لا تزال مسألة الرمي العشوائي تخيم على مناطق شمالي البصرة، حيث شهدت حادثا مأساويا أودى بحياة الشيخ أبو ذياب جراء الإطلاقات العشوائية التي قام بها بعض المواطنين أثناء حفل زفاف، مما حول الفرح إلى حالة من الحزن والأسى بين الحضور وأهالي المنطقة. منطلق المسؤولية والإحساس بمسؤولية قبيلة وحماية أبنائها وشيوخها، دعونا كثيرا للكف عن هذه الظاهرة كما دعت مرجعيتنا الرشيدة سابقا، ولكن هناك شباب يعني للأسف غير تجد عدة المسؤولية والإحساس بالمسؤولية والاندفاع الزايد اللي راح ضحيته أحد أركان قبيلتنا وشيخ من شيوخ المجتمع ومصلح عشائري. لذلك ندعو جميع أبناء القبائل ليكون هذا الموقف عبرة للكف عن إطلاق العيارات النارية في المناسبات. بكاء وحزن وندم رافق أهالي منطقة الثغر لتوديع شيخهم الذي ذهب ضحية الانفلات الأمني، ومع ذلك وبدلا من أن تكون مراسم التشييع فرصة للتعبير عن الحزن والاحترام، تكررت مأساة الإطلاقات العشوائية مما أثار الهلع والقلق بين الجموع. ما نأيد أبدا الرمي العشوائي، وشوف حتى بالأثناء التشييع مع المرحوم ما أيدنا الرمي هذا، لأن هذا الرمي ما تعرف الطلقة وين تروح باتجاهها، والرجل يعني الشيخ أبو ذياب من جهة بني مالك وشيخ معروف من الناس اللي ما كان يعيد هذه ظاهرة الرمي العشوائي. الرمي العشوائي احنا جاي نمنع الرمي العشوائي ولا نقبل على هذه الحالة، بس شو نسوي يعني الشباب ما قل هي سبب الرمي العشوائي هو ضعف القانون. والله رسالتنا نوجهها لكل إنسان شريف أن يقطع الرمي، ولهذا السبب شفتوا يعني هذا شيخ من مشايخ بني مالك اللي هو ما يتعوض طبعا أبو ذياب ما يتعوض، هذا راح سببه هو الرمي العشوائي. وتستمر مخاطر الرمي العشوائي بحصد أرواح الأبرياء في مناطق شمالية البصرة، والتي تحتاج إلى قوانين رادعة للحد من اتساعها من أجل ضمان بيئة آمنة للجميع. وتبقى حادثة مقتل أحد الوجهاء في البصرة نتيجة إطلاق النار العشوائي تذكيرا مؤلما بضرورة تكاتف الجهود بين المواطنين والسلطات الأمنية للحد من هذه الظواهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة الجميع. من البصرة مصطفى الشمري، التغيير الفضائية.